السلام عليكم. اتساع قاعدة الصهيونية الدينية في المجتمع الصهيوني وتعاظم نفوذها في المؤسسات المدنية والعسكرية ظاهرة تثير قلق التيارات الصهيونية العلمانية التي بدأت تشعر بأن البساط يسحب ولو بشكل تدريجي من تحت أقدامها في ضوء تغلغل أصحاب القبعات المنسوجة في مختلف المؤسسات التربوية والقضائية والعسكرية الصهيونية نحو الهيمنة الكاملة على مواقع القرار في الدولة العبرية. ويبقى السؤال، هل يجري هذا التحول بصمت ودون توترات في دولة الكيان تحت مبرر تغليب الموقف السياسي على الاجتماعي؟ هل تسلم النخب القديمة الراية طوعاً؟ أم يمكن اعتبار تصريح ليبرمان الذي اتهم فيه رئيس البيت اليهودي نفتالي بنت بالدفاع عمن يحاول تحويل إسرائيل إلى دولة أصولية على غرار إيران بمثابة الطلقة الأولى في المعركة؟ هذا ما سنتعرف عليه مع ضيفنا لهذا اليوم الدكتور عمر جعارة، فتفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذن إلى موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، الصهيونية الدينية والصراع على هوية إسرائيل، هو موضوع النقاش مع ضيفنا الدكتور عمر جعارة من مدينة نابلس وهو خبير في الشؤون الصهيونية. أرحب بك معنا دكتور عمر في هذه الحلقة. حياكم الله، الله يعطيكم العافية. عافاكم الله دكتور، واسمح لنا أن نبدأ بمشاهدة التقرير سويا ثم نعود للنقاش والحوار، فتفضلوا بالبقاء معنا. دينية أم علمانية؟ تحت هذه المسميات يسعى المجتمع الإسرائيلي جاهدا لتوضيح وجهته وهويته الإسرائيلية، إذ أن غالبية الصراعات الداخلية القائمة حاليا تتمحور حول المصطلحين دينية أم علمانية، كما تكشف حجم التجاذبات بين المتدينين كجناح يميني يسعى للسيطرة وجناح علماني يساري يعمل على تثبيت وجهته. بلدت الصراع الهوية بالذات مع نتنياهو، لأنه نتنياهو يعني ارتكز على هذا الأساس لتشكيل حكومة يمينية، فكانت الجزء من ثقافته وصراعه أنه يعني إبراز الهوية، أو هو أكد عقلية أنه الاعتراف الفلسطينيين بقومية الدولة اليهودية القومية، وهذا بمعنى أنه يعني حل إشكاليات كبيرة لا علاقة بالتغيير المصير للعرب داخل إسرائيل. كان واضح جدا في القانون القومية أنه تغيير مصير فقط لليهود وليس للعرب، فهو حسم معركة
حتى في المفاوضات. وعلى الرغم من حالة الصراع الصامت الدائري بين أجنحة دولة إسرائيل المختلفة حول الشأن الفلسطيني، إلا أن شعار أرض إسرائيل الكاملة يبقى جامعاً لكافة مكونات المنظومة السياسية الدينية كاليمين العلماني واليمين الديني واليمين الحريدي. هناك أصوات تنادي، أو الشباب خاصة، يعني عدم الذهاب إلى الجيش، لأنه أصبحت هذه الشريحة تسيطر عليه، وأصبح اليساريون يذهبون إلى القطاعات يعني الاستخباراتية والابتعاد عن الميدان الذي سيطر عليه الصهيونية. لذلك القائد الأركان القادم هو من المقربين للصهيونية الدينية، وهو علامة سيطرة حتى على الجيش. ويرى المتابعون لتطورات السعي الدائم الذي تقوده الجماعات الدينية محموما نحو اعتلاء سدة القرار السياسي الإسرائيلي والعسكري من خلال تولي أعلى المناصب العسكرية وسحب البساط من تحت أقدام الكيبوتسات التي هيمنت على القيادة العسكرية لسنوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بضيفي مرة أخرى من مدينة نابلس في الضفة الفلسطينية الدكتور عمر جعار، الخبير في الشؤون الصهيونية. أرحب بك مرة أخرى دكتور عمر، واسمح لي في البداية أن أستفسر منك عن ماهية الصهيونية الدينية. عندما نقول أن الصهيونية الدينية تصارع من أجل السيطرة على هوية دولة إسرائيل، فماذا نقصد بداية بمصطلح الصهيونية الدينية؟ الصهيونية الدينية هي التمسك بشدة فيما ورد في التناخ، أي العهد القديم. ما ورد في أسفار العهد القديم هو أساس الصهيونية الدينية. أضرب مثل بسيط على ذلك: عندما قدم هرتزل مشروع دولة أوغندا أو أي مكان آخر غير الأرض المقدسة فلسطين، ضرب بالأحذية في المؤتمر الصهيوني الأول. فعندما أصر على الأرض المقدسة فلسطين تم انتخابه مرة ثانية. ومع ذلك إن إصرار الصهيونية الدينية فكريا وأيديولوجيا هو ما ورد حقيقة في أسفار العهد القديم. فمثلا هذه الأرض لهم عطية يهوه رب إسرائيل لنسل إسحاق، وكان العطاء أولا لنسل إبراهيم. حتى يخرجوا من نسل إسماعيل حصروا هذه العطية أو هذا الإرث أو هذا العهد والميثاق مع نسل إسحاق. وبالتالي هذه أساس الفكرة الصهيونية الدينية. ما هو موقف هذه الفكرة من سكان فلسطين القدماء؟ هو طبقا لما ورد في أسفار العهد القديم من طرد وإفناء وقتل. وبالتالي أصبح لا وجود لأي شخص مهما كان ما عدا نسل إسحاق في هذه الأرض، وهو ما يسمى اليوم بدولة اليهود، أي هذه الأرض ملك للشعب اليهودي كما ورد في قانون القومية الجديد. وبالتالي الصهيونية الدينية تمثلت في حزب المفدال، ثم تحول إلى البيت اليهودي، ثم الآن يتحول إلى ليكود شتا 2. وبالتالي أصبح الفكر الصهيوني الديني مؤسس على سياسة الائتلافات الحكومية. نعم. فالمفدال على سبيل المثال أساس الفكر الديني الصهيوني السياسي، كان ممثل بكل الحكومات الإسرائيلية، حتى أن يوسف بورغ كان يحمل أربع حقائب وزارية. ولذلك تحول إلى البيت اليهودي، والبيت اليهودي يهدد ليلا نهارا بانهيار الحكومة، بل يقول بالحرف الواحد، نعم، يقول بالحرف الواحد، استمع إلى هذه الجملة، نعم، أن نتنياهو إذا أصر على دولة فلسطينية فهو يستحق طلقه بين عينيه. نعم، هذا باختصار هو طبيعة الصراع. لكن دكتور، قبل أن نصل إلى هذه الأيام وهذه الحقبة التي نعيشها، وكيف تغللت الصهيونية الدينية المتمثلة بهذه الأحزاب، المفدال من ثم البيت اليهودي والليكود رقم 2 وغيره، دعنا نستطلع بنظرة تاريخية
اولا يعني انت يعني جئت من هذه الارضيه التاريخيه وقلت كيف ان الصهاينه رفضوا اي مكان اخر سوى فلسطين لانها تمثل في عقيدتهم مكانا مهما. على الرغم من ذلك فان الذين اسسوا دوله اسرائيل وانشاوها وساعدوا على بقائها حتى هذه اللحظه هم العلمانيون، التيار العلماني، وهم يعني غير مقتنعين بالرواية الدينية ولكنهم يستخدمونها رغم ذلك من أجل تثبيت أقدامهم في العمل السياسي. بين هذه وتلك دكتور، يعني كيف وصلت الصهيونية الدينية أو هذه الأحزاب الدينية إلى هذا المستوى من التغلغل في داخل دولة إسرائيل؟ أنا لا أميل على أن العلماني الصهيوني لا يؤمن بما ورد في أصفار العهد القديم، ولا يمكن أن يكون يهودياً بدون الإيمان بالتناخ أي العهد القديم. وطالما ورد بالعهد القديم أن هذه الأرض لهم من دون غيرها من الأراضي فهي لهم، هذا هو ميثاق وعهد يهوى رب إسرائيل مع إبراهيم أولاً ثم مع إسحاق ثانياً، وهذا اقتباس ديني ولاهوتي من العهد القديم الذي يشكل أساس الفكر السياسي لدولة إسرائيل وليس فقط للصهيونية الدينية. نعم. فإذا ذهبنا إلى التقسيمات الدينية في إسرائيل فهي حردلي أي غلاة الددين، ثم حردي أي متدين جدا، ثم دتي أي متدين. فإذا ذهبنا إلى وزير الداخلية الإسرائيلي الآن أريا درعي فقلنا له هل أنت حردي؟ فيقول لك لا أنا دتي أنا متدين. إذن هم يميزون ما بين المتدين العادي والمتدين والغلاة من التدين. ولذلك باختصار ما هو العمل المشترك بين البيت اليهودي وإسرائيل بيتنا والشاس وديجل هتوراء؟ ما هو العمل المشترك؟ هو يهودية التناخ أي ما ورد في نصوص أصفار العهد القديم. أصفار العهد القديم تؤكد فلسطين فقط ولا غير، وطبقا للتخوم المختلف عليها بالعهد القديم. فإذا سألنا أريا درعي أو إسرائيل أو إسرائيل لاو أكبر شخصية دينية ما هي تخوم دولة إسرائيل طبقا لما ورد بالعهد القديم، فيقول لنا هي أن إبراهيم كان مضطجعا فقيل له أينما يقع بصرك فهي تخومك. نعم. أي حدود دولة إسرائيل أو حدود إرث إسرائيل. ثم يرد مرة ثانية أينما تطأ بطون أقدامكم فهي حدودكم. إذن عندنا حدودين تخومين مختلفين. ثم أخيرا من النهر الكبير إلى الفرات أي ما يسمى غلطا من النيل إلى الفرات. إذن حدود دويت إسرائيل أو حدود عطية يهوى رب إسرائيل لشعب إسرائيل غير واضحة المعالم والحدود. هل ما تزال هذه الرؤية دولة. نعم دكتور، هل ما تزال هذه الرؤية الدينية قائمة حتى الآن؟ يعني ما تفضلت به من العهد القديم والتناخ وغيره من المصادر الدينية بالنسبة لهذه الأحزاب الصهيونية، هل ما يزال حاضرا في الممارسة السياسية؟ والصهيوني بغض النظر عن انتمائه ينتخب على هذه الأسس، أم أن هذا الموضوع يعني ليس ظاهرا في العمل السياسي؟ نعم، هو في قمة العمل السياسي. وأضرب مثل على ذلك، عندما سئلت طفلة إسرائيلية في الشاشة الإسرائيلية لماذا قتل إسحاق رابين، فقالت الطفلة وهي لا تصل إلى 5 سنين من عمرها أن رابين تنازع عن جزء من أرض إسرائيل. وانظر تهديدات بنت لنتنياهو إذا أصر على دولة فلسطينية سواء كانت منزوعة السلاح أو دولة بلا سيادة، فلا يستحق نتنياهو إلا طلقة بين عينيه من بنت رئيس البيت اليهودي. إذن لا تزال هذه الحدود قائمة في الفكر السياسي الديني. والانتقاد الكبير لدافيد بن غوريون عندما وافق على القرار 181 الذي فيه تقسيم الأرض المباركة كما يعتقدونهم ما بين الشعب اليهودي وشعب الأغيار أو شعب الجوي أو للفلسطينيين الأشرار، وبالتالي يعتبر دافيد بن غوريون شخصية غير مستحبة في الثقافة السياسية الإسرائيلية،
برغم من دوره الكبير في قيام دولة إسرائيل. وكذلك الحال لإسحاق رابين. لماذا هو شخصية غير محببة بالنسبة لهم؟ لماذا هو شخصية غير مستحبة أو غير محببة بالنسبة لهم؟ دكتور، يبدو أن دكتور عمر لا يسمعني، أو يبدو أن هناك خللا ما في الاتصال به، وكان يتحدث عن أن الصهيونية الدينية لا تزال هي السائدة الآن، على الرغم من أن هذا الاحتلال يدعي أنه احتلال ديمقراطي علماني وهي دولة علمانية ديمقراطية إلى آخره، لكن على ما يبدو أن الصهيونية الدينية فعلا لا تزال متغلغلة جدا، وبالعكس هي تأخذ بما يسمى بدولة إسرائيل إلى أقصى درجات التطرف تجاه الأغيار كما يسمونهم. الأغيار هم من هم دون اليهود والصهاينة. هذه قضية في الحقيقة تثير كثير من الأسئلة أمام الفلسطينيين والعرب والمسلمين في كافة أنحاء العالم. المسألة ليست متعلقة بصراع سياسي كما يحلو للبعض أن يقول، إنما المسألة متعلقة بصراع عميق جدا، وهو صراع ديني على هذه الأرض المباركة. وهذه الأصوات التي تسمع في داخل إسرائيل والتي تقول بأن على أي سياسي يقترب من التنازل عن بعض أرض فلسطين فهو سيكون مصيره القتل، كما حصل مع رابين وكما يدعو نفتالي بنت وهو رئيس حزب اسمه حزب البيت اليهودي إلى قتل نتنياهو إذا تنازل عن ذلك. دكتور، أهلا بك مرة أخرى. دكتور، تسمعني جيدا الآن؟ دكتور عمر، طيب دكتور عمر لا يسمعني. على أي حال نذهب إلى فاصل قصير، بعده نواصل، فابقوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. نذهب الآن لمشاهدة فقرة زهرة المدائن حول التغطية الإعلامية في مدينة القدس، ثم نعود للنقاش مع ضيفنا إن شاء الله. يعني لا شك أنه الإعلام الفلسطيني بشكل خاص، الإعلام العربي بشكل عام في مدينة القدس لا يملك أي استراتيجية بخصوص مدينة القدس وقضاياها، ونحن نعتمد بشكل كبير على الإعلام الإسرائيلي وعلى البالونات الإسرائيلية التي تطلقها من فترة إلى أخرى. حتى نأخذ على سبيل المثال مسألة اقتحامات المسجد الأقصى. المسجد الأقصى واقتحام المسجد الأقصى لم يعد الحدث الإعلامي المهم، والتركيز عليه بشكل ممل، بشكل يومي، بشكل ممل، مجرد اقتحامات المسجد الأقصى دون الشرح ماهية الاقتحامات وخطورة الاقتحامات وخطورة تواجد هذه المجموعات في محيط المسجد الأقصى بشكل دائم. كثيرا من المؤسسات الإعلامية يعني تشكو قلة الموارد المالية في معظم الأحيان. هذا سبب من أسباب اللي بتقصر في عملها، ولكن أنا يعني في هذا الموضوع عندي قناعة راسخة إنه من أراد أن يخدم القدس في عنده آلاف الطرق والوسائل والأساليب اللي بإمكانه إنه يخدم مدينة القدس. يعني نحن نعتقد، يعني وليس أنا فقط، كثير من المقدسين نعتقد أن يجب أن تبقى قضية القدس قضية محورية، هي قضية العالم العربي وقضية العالم الإسلامي، ليس كما سماها حسني مبارك مقدسات فلسطينية، هي مقدسات إسلامية مسيحية تهم العالم العربي الإسلامي والعالم الحر، تهم الجميع. إذا هي يجب أن تكون قضية دولية كما كانت في السابق، كانت قضية دولية. القدس تحولت إلى قضية بسيطة في أجندة، على أجندة المفاوضات حتى، وتم تأجيل قضية القدس. واليوم هناك حتى ليس فقط أنها مهملة، هناك مؤامرة على قضية القدس والأجندة المقدسية. أنا بذكر من خلال عملي في وكالة رويترز كثير من الشكاوى كانت تصل للوكالة حول الصور اللي أنا كنت ألتقطها وكانت تنشر في جميع أنحاء العالم، كأن يقولوا يعني ما هو عمل المصور محفوظ أبو ترك؟ هل عمله هو فقط أنه يركض وراء الجنود ويلتقط صور ما يعملون؟ هل هذا تخصص الوحيد؟ كان بيعتقدوا انه انا انه هاي الشكوى ضدي، ولكن هي كانت في يعني من زاوية اخرى هي كانت لصالحي، وهذا ندل على شيء بدل على انه انا عمالي اوجع الـ يعني بخدم قضيتي والرسالة عمالها بتوصل. يعني هناك ايضا الضغط الاسرائيلي بالمقابل على بعض الإعلاميين الذين يهتمون بالتصريح الصحافي الإسرائيلي. هناك صفقات تعقد بين الإسرائيليين وبين بعض الإعلاميين، نعطيك التصريح مقابل أن لا تغطي هذا وهذا وذاك. ونحن نرى اليوم أن الجمعيات الاستيطانية في مدينة القدس هي القوة والمحرك في مدينة القدس على المستوى السياسي الإسرائيلي، وبالتالي هي أجندة الإعلام، هي أجندة استيطانية الإعلام الإسرائيلي. ما تسقينا إياه الوكالات الأجنبية إذا كان رويترز ولا الوكالة الصحافة الفرنسية ولا أسوشيتد بريس ولا ما إلى ذلك من الوكالات، ما تسقينا إياه حتى لو كان في سم نشربه وبدون ما ندقق فيه. وللأسف نحن بحاجة لإنشاء إعلام عربي ملتزم بالقضايا العربية، وأول قضايا هي قضية فلسطين وقضية القدس أولا. طبعا قضايا المقدسية أصبحت قضايا مهمشة جميعها، سواء قضية الطفل، قضية المرأة، قضية المقدسات، قضية الاستيطان،
جميعها قضايا مهمشة، وحتى من يحاول الخوض بها سيتم محاربته. يعني ونحن نرى أننا كميدانيين يتم محاربتنا على كثير من المحاور بسبب مواقفنا ضد مثلا عملية التسريب. المستوطنين يختلقوا القصص ويفبركوها ويفرضوا على العالم أنه يصدقها، إلا أنه إحنا الحقيقة أمامنا والحق تبعنا واضح، ولكن للأسف جهلنا وإهمالنا لحقنا هو السبب الكبير في ضياع هذا الحق. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين الصهيونية الدينية والصراع على هوية دولة إسرائيل، هو موضوع حلقتنا. أرحب مرة أخرى بضيفي من نابلس بالضفة الفلسطينية المحتلة الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الصهيونية. أهلا وسهلا فيك معنا مرة أخرى دكتور عمر. حياكم الله، الله يعطيكم العافية. معذرة على هذا القطع المفاجئ. دكتور، أريد أن أتساءل معك، هل ما حصل اليوم من إعلان نتنياهو لما يسمى بقومية الدولة أو يهودية الدولة هو نتيجة نهائية وقوية للرأي القائل بأن الحركة الصهيونية الدينية تغلغلت بقوة داخل المؤسسات الإسرائيلية وبالتالي وصلت إلى مثل هذا المستوى من القرارات؟ نعم، لو ظهرنا إلى نتائج هذا القرار، هو نجح بصوت واحد أي 62 صوت مع القرار، وبالتالي حسب الدستور وقوانين الكنيسة مر القانون بقراءاته الثلاثة، و 58% اثنان منهم امتنعوا عن التصويت والباقي عارض. لكن لو ذهبنا إلى المعارضة وقلنا ما هو الفرق بين من أيد بالقرار ومن عارض القرار، ونستطيع أن نقول ما الفرق ما بين بنت وتسيفي ليفني زعيمة المعارضة والتي صوتت ضد القرار، أو ما الفرق ما بين ليبرمان ورئيس الدولة روفي ليفلين. حتى ندقق بالإجابة، لا فرق بينهما مطلقا. هؤلاء يريدونها دولة ديمقراطية، وهؤلاء يريدونها دولة يهودية بدون ديمقراطية. بل كلمة المساواة لا توجد أيضا لا عند من حكم الحكومات الإسرائيلية وبالذات من حزب العمل، سواء كان ليفي إشكول ولا سواء كان إسحاق رابين ولا سواء كان يهود براك ولا سواء كان شمعون بيرس، كل هؤلاء أو يهود براك، كل هؤلاء لا يؤمنون بأن للفلسطيني حقا في هذه الأرض. إذن ما الفرق ما بين من صوت مع ومن صوت ضد على أن هذا القانون هو قانون أن هذه الأرض فقط لليهودي، سواء ولد في منهانتن في أمريكا أو ولد في روسيا أو ولد في فرنسا وبريطانيا. أما من ولد على الأرض الفلسطينية من الفلسطينيين فهم لا حق لهم. إذن ما الفرق بينهم؟ لا شيء سوى التدرج في تطبيق الفكر اليهودي الديني وعدم مصادمة العالم حتى لا تظهر دولة إسرائيل دولة عنصرية أو دولة تطهير عرقي. ولذلك ماذا قال الأمريكيون اليهود والذين هم أكبر داعم لدولة إسرائيل؟ قالوا عندما أقر هذا القرار، هذا يوم حزين للدبلوماسية الإسرائيلية. إذن لا فرق ما بين اليمين واليسار فيما يتعلق بتمسكهم بأن هذه الأرض ملكهم وعطية يهوى رب إسرائيل، والطابو لهم هو ما قاله يهوى رب إسرائيل سواء كان لإبراهيم أو لو ثم انحصر في إسحاق. إذن القضية قضية فكرية أيديولوجية دينية، لأنه لا يوجد أقوام على الأرض ولا أمم على الأرض بلا دين. قد نجد أمة بلا فن، وقد نجد أمة بلا تكنولوجيا، لكننا لن نجد أمة بلا دين. ولذلك لكم دينكم ولي دين. قمة التسامح في فكرنا، والذي يعترف بالعالم بأنه مواطن عادي في الدولة، إلا دولة إسرائيل
تعتبر الفلسطيني شرير، وأي عقد اتفاق مع الفلسطينيين هو مخالف ليهوى رب إسرائيل ويعرض شعب إسرائيل لنقمة يهوى رب إسرائيل. نعم. لذلك دكتور، لذلك معذرة للمقاطعة، لذلك دكتور ماذا يعني أن تسيطر هذه التيارات الصهيونية الدينية على دولة إسرائيل؟ ما هو الشكل الذي سنراه طبعا أمام كل هذا الإجرام وما تفضلت به يعني حول هذه الدولة وحول جيشها؟ ما الذي ينتظرنا في المستقبل إذا سيطرت فعلا هذه الأحزاب الدينية الصهيونية سيطرة فعلية على هذه الدولة؟ حقيقة إذا ذهبنا فكريا وأيديولوجيا وعلم مقارنة الأديان فلا نجد مقارنة مطلقا لمصداقية ما ورد في التناخ، ولا أريد أتكلم إلا كباحث ولا أريد أتكلم كمسلم. إن إذا ذهبنا إلى موسى في العهد القديم فهو خائن، وإذا ذهبنا إلى هارون في العهد القديم فهو الذي سبك العجل لقومه، وبالتالي حتى موسى وحتى هارون لم يفلتا من انحرافهم الفكري. إذن لا نريد أن نتكلم إلا بما قالوا بدقة واقتباس علمي، خوفا أن نتهم بعدم الدقة العلمية والبحث العلمي. إذن الإسمنت الوحيد لهذا الفكر المتناقض هو الدعم الفارسي بقيادة كورش قديما، أو بدعم بلفور حديثا، أو بدعم الفرنسيين والسوفييت والأمريكان الآن. كل الدول العظمى ساهمت ودعمت دولة إسرائيل، وأكبر دعم يشكل خطرا كبيرا على الوجود الفلسطيني والعربي في فلسطين هو ما قام به الاتحاد السوفيتي من تهجير مليون روسي يهودي، حتى أن القوانين الإسرائيلية لدولة إسرائيل لا تعترف ب 30% من هذا الرقم بأنهم يهود. إن تهجير هذا العدد الكبير هو الذي أطال عمر دولة إسرائيل أكثر من الفانتوم الأمريكي، وأكثر من الدولار الأمريكي، وأكثر من الفيتو الأمريكي. لذلك الإسمنت الوحيد لدولة إسرائيل هو قوتها في تحالفها مع القوى العظمى قديما وحديثا. نعم. الآن دكتور يعني في ضوء إعلان هذا القانون، كيف ستتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين ومع العرب الموجودين داخل هذه الدويلة، سواء في مناطق 48، في غزة، في الضفة؟ كيف نتوقع في المستقبل أن تتعامل معهم دولة الاحتلال؟ أولا كان المساحة للوجود الفلسطيني في 48 هو كلمة المساواة، سواء كانت بالقوانين الأساسية أو عدم وجودها بقانون القومية. وبالتالي هذه المساحة في المساواة هي حقيقة لا قيمة لها من خلال الإعلام الإسرائيلي. فلو سألنا حامل البكالوريوس العربي للمحاسبة وحامل البكالوريوس المحاسبة من اليهودي ما هي فرص عمله وما هي راتبه، لتجد الفرق كبير، بل ستجد الفرق أكبر ما بين دخل اليهودي الأشكنازي ودخل اليهودي الغربي، فما بالك ما بين اليهودي والعربي. وإذا سألنا الفلسطيني في 48 كم مخالفة بنا حكمها الهدم قد فرض على التجمعات السكانية الفلسطينية في 48 ابتداء من قلنسوة وحتى أم العراقيب وحتى أم الحيران، فوجدنا أن الوجود الفلسطيني في 48 مهدد تهديدا تاما، خاصة فيما يتعلق بما يسمى مخالفات الأبنية وعدم الترخيص. انظر إن وزارة الدفاع الإسرائيلية، وزارة الداخلية الإسرائيلية تقول هناك أكثر من 30,000 مخالفة بنا على الوجود الفلسطيني في 48. انظر إلى رئيس بلدية اللد عندما جاء إلى اللد القديمة فقال للصحافة، وهذا ثابت بالإعلام الإسرائيلي، أن المدينة القديمة للد هي غير مرخصة وبناء غير شرعي، أي مهددة بالهدم. إذن هذه المساواة لا وجود لها للفلسطيني سواء كانت بالقوانين السابقة للكنيسة أو بالقانون الجديد للقومية. نعم.
طيب دكتور، الآن نحن يعني أمام بعض الإحصائيات والدراسات تفيد بأن هناك تغلغل وسيطرة فعلية للحركة الصهيونية الدينية أو للأحزاب الدينية على المستوى العسكري، وهناك نسب محددة تحدث عنها الإعلام للخريجين من الضباط أو من غيره متعلقة بهذا الشأن. ماذا يعني هذا بالنسبة لجيش دولة الاحتلال الذي يعني تحول إلى عصابة إجرامية تقوم بكافة الوسائل مع الأسف الشديد بقتل الشعب الفلسطيني والاعتداء عليه في الليل والنهار وفي كل مكان؟ ماذا يعني ذلك؟ هل سيعني هذا أنه تحول إلى جيش ذي عقيدة عسكرية قتالية، وليس كما نقول نحن دائما أنه لا يوجد عقيدة لهذا الجيش مثلا؟ نعم، سؤالك من شقين كبيرين، ولكن نستطيع أن أجمل الإجابة بهذا الاستفتاء. قام الإعلام الإسرائيلي بسؤال طلاب الإعدادية، يعني الصف السابع والثامن، فسألهم السؤال التالي: هل إذا دخل جيش الدفاع الإسرائيلي إلى قرية فلسطينية فهل يجب أن يتصرف معها كما تصرف يشوع بن نون في أريحة وجازر وعاي؟ فقالوا نعم. 80% من الطلاب أجابوا بالإيجاب. إذن الجيش الإسرائيلي سواء كان البيت يهودي أو إسرائيل بيتنا أو هاغانا، أو سواء كان ديجل هالتوراة أو يهودات هالتوراة، كل هذه الأحزاب لا حجة لها إلا طابوا يهوى رب إسرائيل لهم بأن هذه الأرض لهم، وأن هذه الأرض ملكهم، وأن بيوتهم لا تقام إلا على أنقاض البيوت الفلسطينية، وأن الوجود اليهودي لا يكون إلا على الوجود الفلسطيني. ولذلك العدو الأول والأخير لهم هم سكان فلسطين الأصليين. وأستطيع أن أقتبس اقتباس دقيق، وأرجو من كل المختصين بالتناخ بالعهد القديم أن يدققوا كلامي إذا كان خاطئا، فأن التصويب قمة النجاح. انظر ماذا قال يهوى رب إسرائيل إلى شعب إسرائيل: سأعطيكم شعبا أكبر من شعبكم وأعظم من شعبكم، وأعطيكم بيوتا لم تبنوها، وأعطوكم حقولا لم تزرعوها، وأعطيكم بيوتا لم تبنوها. ولذلك هذا العطاء، لماذا كل هذا الغضب على سكان فلسطين الأصليين؟ لماذا كل هذا الغضب على الشعوب الخمسة الواردة ذكرها بالعهد القديم؟ لماذا هذا الغضب على سكان فلسطين بحيث لا حل له إلا الطرد أو الإفناء أو القتل؟ لماذا كل ذلك؟ ماذا فعل الشعب الفلسطيني بحق يهوى رب إسرائيل؟ وأوجه كلامي من فضائيته الكريمة إلى بابا الفاتيكان: لماذا هذا الحقد على هذا الشعب الذي جعل فلسطين أرض العسل واللبن؟ أتصبح فلسطين أرض عسل واللبن بدون تنمية زراعية وبدون تنمية حيوانية؟ من الذي قام بذلك؟ من الذي بنى المدن الحصينة والبيوت الجميلة والحقول المزروعة؟ أليس اليبوسيين وأليس الجرشاشيين وأليس الفرزيين وأليس سكان فلسطين الأصليين، أليسوا هم بشهادة يهوى رب إسرائيل أكبر وأعظم وأقوى من شعب إسرائيل؟ انظر ماذا يتباكون على هزيمتهم في معركة جلبوع. انظر عندما قتل شاؤول وابنه ناتان في هذه المعركة كيف يقدسونها ويحقدون على الفلسطينيين. هل سيتحول هذا الجيش إلى جيش متطرف، إلى جيش بعقيدة قتالية معنى الكلام دكتور؟ نعم، هذا جيش عقيدي ويتمسك بما ورد بالعهد القديم. انظر إلى هجمة الرجال الخاخامات الإسرائيليين على الفرق المختلطة في جيش الدفاع الإسرائيلي كالكال، التي يرفضون بأن يكون هناك أي اختلاط ما بين الجنود والجنوديات، وشكلوا وحدة مختلطة ما بين الذكور والأناث المحاربين. انظر إلى الغضب الذي يواجه من قبل المتدينين. انظر إلى موقفهم من التجنيد
أليس المتدينين يرفضون التجنيد في جيش الدفاع الإسرائيلي بحجة أن المسيح لم يأتي بعد؟ فعندما يأتي البعد، عندما يأتي يحق لليهود أن يقاتلوا، بدون المسيح لا يقاتلون. ولذلك المتدينون يرفضون التجنيد في الجيش بالرغم من الإغراءات الهائلة التي تقدمها الدولة لهم، وأن إسرائيل تخسر من سكانها أي المتدينين 20% من السكان، بمعنى 5 سكان لا يذهب إلى الجيش، وهذا يشكل مشكلة كبيرة في الموارد البشرية لجيش الدفاع الإسرائيلي. إذن المسألة مسألة أيديولوجية بامتياز، وبالتالي نعم. يجب أن تقاوم. الفكر لا يقاوم إلا بفكر بالفكر. نعم. والكلمة لا تقاوم إلا بكلمة، والسلاح لا يقاوم إلا بسلاح. أشكرك جزيلا دكتور عمر جعارة، الخبير في الشأن الصهيوني والكاتب المعروف، كنت معنا في هذه الحلقة من نابلس من الضفة الغربية المحتلة، وشكر موصول لفريق العمل الذي أتاح لنا مزيدا من الوقت لهذه المقابلة. نلتقيكم بعد فاصل مع فقرة أخرى وهي حكاية مدينة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى حكاية مدينة ومدينة اللد التي احتضنت أول مطار في فلسطين المحتلة، فلنتابع. مدينة اللد. في الطريق من القدس إلى يافا تقع اللد على بعد حوالي 40 كيلومتراً شمال غرب القدس. ذكرها ياقوت الحموي في معجمه أن اللد بالضم والتشديد هي قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين. فتح مدينة اللد القائد المسلم عمرو بن العاص، واتخذت عاصمة لجند فلسطين إلى أن بنيت المدينة التوأم لها الرملة. احتل الصليبيون اللد واستعادها صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين. تضم المدينة إلى اليوم منذ عهد الصليبيين بئر الزنبق، ومن عهد الفتوحات الإسلامية بئر الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، والجامع العمري الذي بني في عهد الظاهر بيبرس. كما تشتهر المدينة بكنيسة القديس جورجيوس أو مارا جيريوس، وتسمى أيضا كنيسة الخضر، ومنها ما عرف سنويا باسم موسم الخضر. بعد الحكم العثماني خضعت المدينة للانتداب البريطاني، حيث توسعت أثناءه اللد مع مرور خط سكة حديد القنطرة حيفا فيها، ثم افتتح فيها أواسط الثلاثينيات مطار أصبح المطار الدولي الرئيس في فلسطين. بلغ عدد سكانها أواخر الأربعينات حوالي 20,000 فلسطيني، هجر غالبيتهم العظمى عام 48 بعد مجزرة مروعة ارتكبها الصهاينة داخل مسجد دهمش في المدينة.
أصبحت اللد مدينة مهجورة بعد النكبة، إذ لم يبق فيها إلا حوالي 1000 فلسطيني خضعوا لحكم عسكري صهيوني حوالي 20 عاماً. وتعرضت الأحياء العربية للإهمال المتعمد واستشرس التهويد، فأطلقت أسماء عسكريين صهاينة شاركوا في تهجير أهل اللد على بعض شوارع المدينة وميادينها. وممن هجروا عام 48 من اللد عائلة جورج حبش الذي لم يبلغ 20 عاماً آنذاك، وكان يدرس الطب في بيروت، كما سيؤسس الحكيم عام 67 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبقي إلى وفاته من أشد المناهضين لاتفاقيات أوسلو. وثق ابن اللد إسماعيل شموط ملحمة اللجوء الفلسطينية التي عاشها بريشة الفنان التشكيلي، وبقيت لوحاته علامات نابضة في تاريخ فلسطين. إذن بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تقبلوا أطر تحياتنا، السلام عليكم ورحمة الله.